وزارة التربية والتعليم الحقيقة استجابت لطلب احنا طلبناه هنا في هذه الحلقة في حلقة سابقة، لما استضفنا نماذج من القادرون باختلاف او القادرين باختلاف اللي هم الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم اطفال كتير بيروحوا المدارس على عجل ما يقدروش يطلعوا الدور السادس ولا الدور الخامس، والحقيقة انه من الاطفال اللي تمت الاستجابه ان هم ينزلوا يكون الفصل بتاعهم تحت بلال عماد. والحقيقه ان بلال الوزير والوزاره استجابوا لطلبنا وطلبوا الحقيقه، وبلال قدر الحمد لله ان هو خلاص يبقى الفصل بتاعه في الدور الارضي. لكن في ناس تانية أو مدارس تانية رفضت إنها تنفذ هذا القرار، رغم إنه صدر بتعميم آخر، وكان في تعميم قبل كده لكن كرر التعميم مرة أخرى من وزارة التربية والتعليم. أنا بشكر السيد الوزير، ومعايا على الهاتف أستاذ بشير حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. بشير مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازيك؟ اهلا بك. اولا بشكركم على الاستجابه يعني طلبات الاطفال واحلامهم، ودي احلام بسيطه جدا. فبلال بالفعل مدرسته اتنقلت لدور الفصل بتاعه، اتنقل للدور الارضي، لكن في ناس تانية المديرين المدرسه رفضوا. انا اتمنى حاجه يا استاذه لميس بعد اذن حضرتك، اتمنى ان اي حد له مشكله من هذا القبيل يتصل بيكي او يتصل بي انا شخصيا او يتصل باي قناه من قنوات التواصل مع الوزاره، لان زي ما حضرتك قلتي تاني يوم بالظبط لما حضرتك عرضتي مشكله بلال صدر كتاب دوري اخر للمديريات بتعميم ده على كل محافظات مصر. اما الحاجات الفرديه اللي ما بنعرفش احنا نوصل لها وبتوصل من خلال الاعلام، ارجو ان احنا نتواصل معاه باي شكل من الاشكال. يعني بلال تواصلنا معاه من خلال حضرتك. طيب. ارجو اللي بيبعتوا لحضرتك يقولوا لك مدارس ايه بالظبط. طب خليك معايا يا بشير، وانا هتواصل معاهم. خليك معايا يا استاذ بشير، انا معايا الاستاذ ممدوح محمد والد الطالبه ملك، طالبه مدرسه الاحمدي في فيصل. ملك برضو كانت ضيفتنا. استاذ ممدوح، حصل ايه في قصه ملك؟ الو، مساء الخير. مساء النور. اهلا بك. اولا انا طبعا بشكر حضرتك على الحلقه ديت وعلى الظروف المعنويه اللي بتاعت لملك اللي هي اتغيرت تماما بعد الحلقه ديت، وعلى الظروف الجميله كانت بقت مبسوطه يعني وسعيده واصحابها شافوها في التلفزيون. طبعا معنويا ونفسيا مش هقول لك، يعني ملك حياتها اتغيرت اكثر فاكثر في التحسن بعد الحلقه ديت، وبعد المجهودات الجميله اللي حضرتك عملتيها مع الاستاذه طبعا مي رئيس المؤسسه الحسن. الحمد لله احنا التحسن نفسي ومعنوي كبير جدا لملك، بس في مشكله واجهتها جامده جدا. طبعا شكاوى وزاره التربيه والتعليم نزلوا قرار بان كل المعاقين حركيا ينزلوا الدور الارضي. بالفعل انا رحت توجهت لوكيله الوزاره الدكتوره بوسينه ورحبت بالموضوع وقالت لي فورا هنتحلك الموضوع دون، ورحت للاداره العمرانيه اللي هي تبع المدرسه. بالفعل برضو وجهوني اليوم، عملنا لجنه النهارده ورحنا المدرسه. للاسف حضرتك بقى مدير المدرسه لما دخلنا له وكلمناه، تخيل يقول لي يا فندم، يقول لي هو كده ما فيش الا كده، عاجبك عاجبك مش عاجبك امشي. مدرسه ايه يا استاذ ممدوح؟ مدرسه الاحمدي، مدرسه الاحمدي بفيصل حضرتك في حسن محمد. اوكي استاذ بشير، حضرتك سامعني؟ وصلت الرساله يا فندم. يعني يا فندم يعني الكلمه طالعه يعني، وفي واللجنه شايفه ان في اوضه المدرسين مع اوضه كابتن تتفتح ليها، قال لك لا انا مش هبوظ شكل المدرسه علشان بنتك، لو عاجبك عاجبك امشي. طب ازاي يعني؟ انا حقي فين في الدوله؟ حق وزاره التربيه والتعليم معايا قانونا، انا فين حقي وحق بنتي بعد ما نفسي؟ استاذ ممدوح، الاستاذ بشير خلاص الرساله وصلت، خد اسم المدرسه، وبنوعدك زي ما عملنا لبلال ده هيتعمل، وده ما بيتعملش لافراد، ده بيتعمل لكل، المفروض بيعمم على زي ما الوزاره اوريدي كانت معممه، ولكن جددنا التعميم على كل المدارس. احيانا بيبقى فيه عايزه اقول ايه، ناس مش عارفه تطبق، مش عايزه تطبق يعني، ولا ايه يا استاذ بشير؟ لا هو بيبقى في حاجه بس يا استاذه لميس، يعني مثلا لو الطفل اللي هو من ابنائنا بالظروف دي بيبقى هو فرد واحد في فصل، والفصل ده مقرر ان هو يبقى في الدور الثاني مثلا، فعشان ينقل الفصل ده بيحتاج يغير خريطه تسكين الفصول كلها
في المدرسه، فبيبقى ممكن يكون في عائق، لكن بالتاكيد لها حل، والحل هيكون بس الاستاذ يتواصل معايا دلوقتي بعد ما يخرج مع حضرتك، ومشكلته هتحل بكره. الشيء الثاني اللي عايز اقوله يا استاذه رميس، ان مؤسسه الحسن تواصلت معايا النهارده، الاستاذه مي تواصلت معايا النهارده، وهي ضيفتنا في الوزاره يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، ونقدر نستفيد منها كويس جدا، ومن جهودها كويس جدا. طيب خليك معايا يا استاذ بشير عشان في موضوع تاني، لكن هناخد بلال عماد صديقنا الطالب في اولى اعدادي بمدرسه كمبره. كمبره يا بلال، اسمها ايه المدرسه؟ عمري ما فهمت اسم المدرسه دي. اسمها كمبره. كمبره؟ انت حس ان انا قنبله، عارف ازاي بحس انها قنبله مثلا؟ كمبره ماشي اوكي. لا هي اسمها كمبره. كمبره. طيب قول لي حصل ايه بقى يا بلال، احكي لي. انا الحمد لله نزلوا لي الفصل بتاعي في الدور الارضي، ومدرسين الحمد لله كانت بتتواصل معايا قوي، والمدير استاذ عصام كان لطيف معايا، بس توفى المدير بعد يعني ما ماما كلمته كده التاني. ونزلوك خلاص الدور الارضي؟ الحمد لله. طب الحمد لله، برافو. عايزين بقى ايه؟ عايزين مذاكره هايله، وعايزين نشاط، وعايزين بقى يعني ايه نشوف بلال بقى بيتنطط في كل حته ان شاء الله. ميرسي يا بلال. استاذ بشير انا بشكرك تاني انك حققت حلم بسيط جدا لطفل صغير، لكن عايزه اسالك الحقيقه، جات لي شكاوى من اهالي انه حصل تعميم من الوزاره بيخص اجراء امتحانات المدارس اللغات باللغه ذاتها اللي بدرسوا بيها اللغه، المواد العلميه، يعني مثلا لو المدرسه انجليزي لغات فلازم يمتحنوا بالانجليزي رغم ان هم بيتعلموا المواد دي بالعربي من بدايه السنه. المشكله دي هنحلها ازاي؟ اشكرك يا استاذه ميس على السؤال، بس عايز اقول لحضرتك ان هذا القرار مش قرار هذا العام، ده القرار ده موجود من سنة 2014 ومعمول بيه، احنا بس حبينا نفعل القرار هذا العام. هل السكوت على الخطأ والاستمرار في الخطأ هل ده يجوز في الوقت الحالي يا استاذة لميس؟ لا يجوز، لكن لازم كنا نبتدي ده يكون من اول السنة، ما يبقاش بعد. ايوه جميل جدا، جميل جدا. لما الطلبة بيدرسوا في المدارس التجريبية لغات بيدرسوا بعض المواد باللغه الانجليزيه، هل يمتحنوها باللغه العربيه؟ بصراحه لا، بس هم بيدرو وهم بيذاكروها بالعربي ليه اساسا؟ تمام، هم المفروض ما يذاكروهاش بالعربي، المفروض يذاكروها باللغه اللي هم بيدرسوها بيها، والمدرس بالتاكيد هو مؤهل ان هو يدرس كده، واحنا بنقول ده تفعيل القرار قبل الامتحانات بست شهور يا استاذه لميس. بس هم بقالهم اربع اشهر، يعني هم من سبتمبر اكتوبر نوفمبر وداخلين ونص ديسمبر، بقالهم ثلاث اشهر ونص بيدرسوها بالعربي. واضح لسه ست شهور، وبعدين مفيش حاجه بالعربي يا استاذه لميس، ايه اللي يخليهم يدرسوا بالعربي اساسا؟ انا ما اعرفش، انا مش فاهمه هم بيدرسوها بالعربي ليه، ما المدرسين بيستسهلوا يدرسوهم بالعربي. ما هو ده خطأ، نصوب الخطأ ولا نسكت على الخطأ؟ نصوبه، بس نصوبه من أول السنة يا أستاذ بشير، مش بعد ثلاثة أشهر ونص. على فكرة هذا القرار من 2014، من 2014 مش قرار. طب وليه المدارس ما نفذتوش من أول السنة ودخلوا أكدت على المدرسين ألا يدرسوا المواد العلمية مثلا في مدارس اللغات باللغة العربية، ليه ما عملوش كده؟ ما فيش حد اكد يا استاذه لميس على المدرسين ان هم يدرسوا باللغه العربيه، لا ده في تاكيد على المدرسين بيدرسوا باللغه الانجليزيه، واللي عنده مدرس بيدرس باللغه العربيه من خلال حضرتك يبلغني فورا. واللي ما عندوش مدرس زي ما سمعت من البعض يقول ما عندناش مدرس عشان يدرس باللغه الانجليزيه يبلغنا برضه فورا، لان احنا بنصحح منظومه كامله يا استاذه لميس. والصمت ان احنا نفوت مره واثنين وثلاثه هتفضل المنظومه زي ما هي، قد تكون المنظومه تصحيح المنظومه قد لا يروق للكثيرين او للبعض، لكن اذا قلنا نطور يبقى لازم نطور. هنسمع شكاوى، هنسمع هجوم على الوزاره، وهنسمع حاجات كتير جدا، لكن في النهايه لا يصح الا الصحيح، مصرين على تصحيح المنظومه، وده اعتقد ده همك انت كمان وهم الاعلام طبعا كله ان نصحح منظومه التعليم. خليك معايا يا استاذ بشير، انا معايا مي زين الدين رئيسه مؤسسه الحسن. مساء الخير يا مي. اهلا وسهلا، ازيك يا لميس، عامله ايه؟ ازيك. اظن ان احنا ابتدينا في استجابه من الوزاره، واعتقد ان انت رايحه خلال ايام علشان كمان تاهيل المدارس بمساعده سلاح التلميذ عشان تاهيل المدارس لذوي الاحتياجات الخاصه.
بالظبط. احنا ان شاء الله زي ما استاذ بشير حسن بلغ حضرتك احنا اتكلمنا النهارده وان شاء الله هنتقابل مع استاذ هشام السنجاري رئيس قطاع الانشطه يوم الحد. هنبتدي بقى نشوف، هنبتدي بالاربع اطفال اللي كانوا موجودين معانا زي تجربه ان احنا هنتواصل مع المديرين بتوع المدارس ونشوف نقدر نعمل لهم ايه في موضوع الحمامات والاتاحه والكلام ده كله عشان يبقى الموضوع يعني مشترك، ما فيش فيه اي حاجه ان هي تبقى من ناحيه واحده بس. فان شاء الله يعني استاذ بشير كان متفاهم جدا، وطبعا حضرتك شفتي القرار اللي نازل بتاع وزير التربيه والتعليم. هي بس طبعا انا مش عارفه اقول ايه، الواحد يضحك ولا يعيط يعني، اما هو المديرين عايزين، كل مدير فيهم عايز ان الوزاره تروح عايز قرار لوحده، لازم تعمل كذا، عايز قرار لوحده. طيب. بالظبط، عايز قرار لوحده وعايز ان هو يتشد لوحده يعني، ولا ايه يعني؟ انا طيب. مش فاهمه يعني نتمنى. طب يعني كويس ان انت موجوده عشان نناشد وزاره الماليه تاني انها تفرج عن الاتوبيسات اللي موجوده. اعتقد ده لسه الموضوع ده ما خلصش يا مي. ايوه، انا بصراحه انا كنت مكلمه عشان كده برضو، علشان موضوع وزير الماليه بخصوص الاتوبيسات. احنا الاتوبيسات مدفوع ثمنها، والناس اللي دافعه ثمنها هتسحب الفلوس. طيب يعني نتمنى من الوزاره، وانا هنرجع نكلم تاني وزاره الماليه شباب، لو نكلم تاني حتى وكلاء الوزراء، نواب الوزير، مش لازم الوزير لو مشغول، نكلم نواب الوزير بحيث انه نخلص موضوع الاتوبيسات لذوي الاحتياجات الخاصه. حاضر يا مي، شكرا، خليك معايا استاذ بشير. ياسمين اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. حضرتك، انا بنتي في سنه سته ابتدائي. ايوه. عندها بطء تعلم في سنة ستة ابتدائي دلوقتي. فمطلوب ان هي حد يبقى معاها في مرافق في الامتحان. طلبوا مننا شهادة من التأمين الصحي. التأمين الصحي ادانا الامتحانات في الشهر الجاي، اول الشهر الجاي ان شاء الله. فطلبوا الكشف عليها هيحصل اخر يناير. مش عارفه البنت تعمل ايه. طيب في يعني هتخش الامتحانات ازاي قصدك؟ بالظبط. استاذ بشير ممكن رد على الموضوع ده؟ الرد بيكون من خلال وزاره الصحه، لكن برضو تتواصل معايا يا استاذه لميس واحنا نكلم التامين الصحي يعجلوا في ده عشان تلحق الامتحانات. شكرا يا ياسمين، وهنديكي رقم استاذ بشير. طيب انا معايا سياده النائب محمد العقاد. مساء الخير يا سياده النائب. هاي محمد. مساء يا سياده النائب، انت على الهوا. طيب اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا سياده النائب، اتفضل يا فندم. احنا عندنا لو الصوت يا جماعه انا مش سامع كويس، علوا الصوت، اتفضل. قدمت من اولياء الامور. ايوه، هات يا بسرعه، محمد بيكلم. لو في يعني في كذا تليفون داخلين في بعض، اتفضل يا سياده النائب. سياده النائب عقاد. طيب يا فندم، احنا مع سيادتك وخلاص. اتفضل. مع حضرتك يا فندم. اتفضل، الاستاذ بشير حسن سامع حضرتك متحدث باسم الوزاره، اتفضل يا فندم. عندنا شكوى مقدمه من مجموعه من اولياء الامور. نعم. في المدارس التجريبيه، هم بقالهم سنتين بيمتحنوا في بعض المواد باللغه العربيه. طلع قرار حضرتك من سنتين انه يجب الامتحان يكون باللغه صح. الانجليزيه. كنا بنتكلم في لم يفعل. لم يفعل. احنا السنه دي في سنه 2016 في نص السنه، في نص الثانويه العامه النهارده، وطلع القرار انه يجب تفعيله والاولاد يمتحنوا باللغه الانجليزيه. طيب ما هو الاستاذ يعني بشير كان بيقول انه ده تصحيح لخطا، لانه ما دام مدارس تجريبيه باللغات يا لابد ان تدرس باللغه الانجليزيه، واحنا بنصحح خطا بقاله كتير، وفعلا هو قرار بقاله سنتين. موافقين يا فندم على المبدا، بس حرام نخلي الطالب بقاله اربع شهور بيذاكر بالعربي وبيمتحن بالعربي، واجي في نص السنه واقول له ما ينفعش هتمتحن بالانجليزي. طيب بالانجليزي. استاذ بشير، الاول السنه الجايه. استاذ بشير حسن، لو ترد على سياده النائب. عايز اطمن بس سياده النائب يا استاذه لميس. اتفضل. عايز اطمن سياده النائب وكل اولياء الامور المضارين من تفعيل القرار الصح. عايز اقول انه هيكون في ورقتين، ورقه باللغه العربيه وورقه باللغه الانجليزيه، علشان الطالب لو مش عارف يفهم الجمله او الصياغه باللغه الانجليزيه هيفهمها باللغه العربيه، بس يكتب لنا انجليزي. واحد بيتعلم اللغه الانجليزيه وبيدرس اللغه الماده باللغه الانجليزيه، يورينا بس في كراسه الاجابه
يعني مستواي في الانجليزي. انا صراحه عندي انا عندي ذهول يا استاذ بشير، يعني هم كانوا بيدرسوا في مدارس، دي مدارس لغات، كانوا بيدرسوا يعني احنا مثلا كنا ساعات بندرس مواد معينه ماثيماتكس مثلا بالانجليزي، فهي يعني هي اسمها مدارس لغات بتدرسها بالانجليزي، لكن هم بيدرسوها بالعربي. ما هو ده ضمن السلبيات اللي موجوده في منظومه التعليم في مصر. ده ضمن الكوارث. وبنحاول نصححها وبنسهل على الطلبه. الورقه مش هتجي لك كلها انجليزي، هتجي لك ورقه ثانيه شارحه باللغه العربيه. بس ده السنه دي بس. ده السنه دي بس يا استاذ بشير. السنه دي فقط علشان الاربع شهور اللي فاتوا. اللي هم لازم بقى يتعلموا، لو هيتعلموا انجليزي يتعلموا انجليزي، ولا ما ولا يبقوا طالعين من المدارس يتعلموا انجليزي وعندهم مدرسين فعلا مؤهلين لده. اللي ما عندوش مدرس مؤهل لده يتصل بحضرتك او يتصل بينا. طب سياده النائب، اللي ما عندوش مدرس اساسا يتصل بينا. نطلب تنفيذ القرار ابتداء من اول السنه الجديده عشان الطلاب كده هيتبرجلوا. ما هو هيديله ورقتين يا سياده النائب. يعني يا سيادة ورقتين حضرتك للفهم مش للكتابة. لا يعني يكتب بالانجليزي وهو بقى له اربع شهور بيكتب بالعربي وبيمتحن وبيكتب بالعربي، فاحنا طالبين انها تبقى من اول السنة الجاية. استاذ بشير. استاذ رميس، انا بس يعني ارجو ان يتسع صدر سيادة النائب شوية. احنا بقالنا سنين كتير جدا في سلبيات في وزارة التربية والتعليم رهيبة. وأرجو أن سيادة النائب لما يتدخل للقرار الصح لإنصاف القرار الصحيح. أنا أتمنى أن سيادة النائب يقنع أولياء الأمور أن احنا بنسهل عليهم السنة دي بشرح باللغة العربية في ورقة تانية، وهو يؤهل أو ينادي على أولياء الأمور يقول لهم لا ده القرار الصح ولازم تتعلموا صح، لأن احنا عندنا مشاكل تانية كتير جدا يا أستاذ لميس برضو. بسبب أنا عاذر السادة النواب لأن هم عايزين يخدموا دوائرهم وعايزين يلبوا طلبات أبناء الدوائر بتاعتهم، والطلبات دي من السنين اللي فاتت تراكمات الدورات اللي فاتت في مجلس الشعب يا أستاذ لميس خلت عندنا فائض في المدرسين وعجز أيضا في المدرسين. المدرس كان يجي يتنقل، النائب يجي، عايز ينقل المدرس جنب بيته في المدرسة اللي جنب بيته. بقى عندنا كثافة كبيرة جدا في مدارس وعندنا عجز في مدارس ثانية. أرجو أن ينصف السادة النواب القرارات التي تصحح مسار العملية التعليمية في مصر. سيادة النائب. أستاذة لميس، إحنا موافقين على القرار ولكن حفاظا على الطلبة، طالبينه يبقى من أول السنة الجاية. يعني إذا كنا إحنا بقالنا سنتين ونص ماشيين بنظام معين ما جيش يغيره في نص السنة. كل اللي طالبينه نكمل السنة دي بنفس النظام، ويعلن انه من اول السنة الجديدة هيبقى في نظام جديد صح، يقوم محدش يتضر. طيب يعني اظن ان احنا محتاجين حوار اكتر في هذا الموضوع علشان نوصل لحل. الوزارة عندها هدف سليم بصراحة، يعني سيادة النائب برضو عنده هدف اخر رحيم بالناس، عشان الناس الطلبة اللي بقالهم 14 ونص احنا محتاجين نوصل لمنتصف الطريق. ممكن يعني يحصل كلام بين النواب وبين مجلس النواب وبين الحكومة. بشكرك سيادة النائب محمد العقاد. طيب معايا مدام اميرة، تفضلي. الو، مساء الخير. ايوه مدام، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك انا عندي شكوى ان احنا في المدارس لغات المدرسه بتاعتنا بتاخد مننا مصروفات زياده، ولسه احنا واخدين يعني اول الشهر كده احنا ما خدناش كتب جرامر، وبعدين بعتوا ان هم مش لاقيين في الوزاره، فاضطروا ان هم يخلونا ان احنا ناخد كتب خارجيه. مدرسه ايه يا اميره؟ جرامر، اسمها جرامر. اولى اعدادي. فين؟ اولى اعدادي. ايوه، فين المدرسه دي؟ المارونيه، الطاهر. في الطاهر جرامر. طيب احنا خدنا دفعونا 130 جنيه حق الكتب، الكتاب الواحد في علشان يدهولنا. لسه النهارده مزود لنا 130 جنيه تاني علشان زياده مصروفات. استاذ بشير، في زياده مصروفات بعد كذا شهر ولا ايه؟ ما فيش زيادة مصروفات بعد كذا شهر. المشكلة يا أستاذ لميس أنه في المدارس، بعض مدارس اللغات والمدارس الدولية والخاصة بيشتروا بعض الكتب على حسابهم، بيشتروها من الوزارة، بيجمعوا الفلوس من الطلبة والفلوس دي بتروح لإدارة المدرسة وبعد كده الإدارة التعليمية. يمكن كان في تلكؤ من إدارة المدرسة في جمع الفلوس. البديل لده وضعته الوزارة، موجود كل الكتب على موقع المناهج، كلها موجودة على الموقع الخاص بالوزارة، ممكن يدخلوا ويطبعوا اللي هم عايزينه. خلينا اقول ان احنا استاذ ميس، يعني خلينا بصراحة شديدة جدا،
تحرير سعر الصرف أثر على طباعة الكتب، تأثر على التنفس يا أخي وكل حاجة، أثر على كل شيء. فخلينا إحنا بنوجد بديل، عندنا أزمة، عندنا أزمة، بنعالج الأزمة إزاي؟ بإيجاد البديل. البديل موجود على موقع الوزارة، اللي عايز أي كتاب يدخل على موقع الوزارة. هو إحنا ليه كل ما يعني نقول ده الشنطة مليانة كتب، مفيش دولة بتحط الكتب دي كلها، مفيش مناهج بالشكل ده، نيجي نقول طب مفيش كتاب، طب ادخلوا على الإنترنت تعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة، يقول لا مش هنتعامل، احنا عايزين كتاب. احنا هو في ايه بالظبط؟ احنا عندنا ازمة في الطباعة، عندنا ازمة في الكتب، عندنا ازمة في سعر الورق، عندنا مطابع هي كمان ما نقدرش نلومها لان الاسعار زادت الضعف. لازم يكون في حل بديل، والحل بديل اوجدته الوزارة. نتعامل مع الواقع ولا نقول لا الكتاب لازم يجي لحد عندنا؟ شكرا يا استاذة اميرة. طيب اسماء. السلام عليكم يا مدام لمين. السلام، اهلا بيكي. واضح مشاكل التعليم، احنا اول ما بنفتح مشاكل التعليم ما بتنتهيش. اتفضلي يا اسماء. اولا انا هرد على حضرتك بس على السؤال بتاع ان المدارس التجريبيه هتمتحن باللغه العربيه. اولا انا كنت مديره مدارس تجريبيات من سنه 2006. هرد على سياده المستشار الاعلامي للوزاره وعضو مجلس الشعب. اولا اي طالب في مدرسه تجريبيه للغات لازم بيمتحن باللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي. في الصف الأول الابتدائي بياخد بيمتحن أورال شفوي، أما بعد كده بيمتحن الريتن. فازاي بقى بتقوله ازاي يمتحن عربي ومش عربي؟ دي واضح إن هو بقالهم سنتين يا أسماء. لا لا يا أستاذة لميس، الكلام ده غير معقول. المدارس التجريبية، المدارس التجريبية بتمتحن بتاخد العلوم ساينس، ما احنا تخيلنا كده. والرياضه ماس، ولهم المدرسين بتاعهم ماس وساينس وانجليش او ليفل عادي وانجليش هاي ليفل مظبوط تخصص. فازاي؟ طب فين متابعه الوزاره؟ فين متابعه موجهين الموجهين المواد نفسها؟ اذا كانت المواد اذا موجهين بيبقوا مواد اجنبيه، بيجوا موجهين وبيشرفوا كل صح. اسبوع على ودي المدرسة. ودي طبعا موضوع كويس يا اسماء. الامتحانات والامتحانات الشهريه استاذ بشير ده بقى معلش كده اقول للمستشار الاعلامي ان الوزاره نايمه. طيب. نايمه كلام غير معقول وغير مقبول. شكرا يا اسماء. استاذ بشير فعلا الوزاره المفروض في موجهين، في مشرفين بيتابعوا الامور، ازاي يبقى في ناس بتدرس باللغه العربيه مواد بالانجليزيه؟ ما هو ده التصحيح اللي احنا بنعمله يا استاذه لميس. الحكومه الحاليه لقيت نفسها امام سلبيات كتير جدا، ومنها وزاره التربيه والتعليم، ومنها وزير التربيه والتعليم. لقيت في سلبيات، نصلح سلبيات زي ما بتقول الاستاذه اسماء كده، ولا نفضل ساكتين؟ نزل لجان، واللجان دي اكتشفت ده بالفعل، في منهم اكتشف ده بالفعل وبنصحح. طيب. هو الحكومه الحاليه عمرها سنه يا استاذه لميس. شو محمد اتفضل. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. دكتور محمد سعيد، استاذ في جامعه المنصوره، وكنت عايز اتكلم في موضوع اللي هو القرار بتاع تفعيل. اتفضل. القرار بتاع وزير التعليم. اتفضل يا دكتور. بشان امتحان اللغات باللغه العربيه. اوكي يا فندم، بعد اذن معاليكي، هو حضرتك يعني القرار ده طالع بقاله سنتين. ايوه. وسمعنا ان هو وزير التعليم عايز يفعل القرار من اول وجديد ابتداء من شهر 12. والاولاد دول زي ما سيادتك عارفه بيبقوا يعني بياخدوا دروس، واغلب الطلبه بتوع الثانويه العامه ما بيروحوش مدارس وبياخدوا دروس خصوصيه. وهو حضرتك مادة الجيولوجي ومادة الفيزيكس ومادة الأحياء والحاجات دي كلها ديت في اللي بيبقى كان مفتوح لهم ان هم يعربوا مادة او مادتين على حسب المتاح. المدارس يا فندم في المنصورة او في الأقاليم او كده او كده مفيش فيها اصلا حضرتك أساتذة بيدرسوا جيولوجي خالص. أساسا. خالص مش موجود يا فندم. وحضرتك يعني هل ينفع يعني مثلا وزير التعليم يطلع قرار بان الطلبه ممنوع ان هي تعرض مواد؟ طب بعد ايه؟ طب ما قلناش من اول السنه ليه كاولياء امور او حضرتك كطلبة. عندك اولاد في ايوه فندم ثانويه عامه. ثانويه عامه في مدرسه تجريبيه يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. ايوه. وبقالهم سنتين بياخدوا المواد دي ساينس والبيولوجي والفيزيكس والحاجات دي كلها بياخدوها بالعربي؟ دكتور لا يا فندم، لا
لا بياخدوها بالانجليزي وكل حاجه، بس ماده زي الجيولوجي دي سيادتك ما هي دي ماده مستحدثه موجوده وما بياخدوهاش خالص، دي اول سنه بياخدوها وما فيش لها مدرسين خالص في المدارس التجريبيه ومدارس طيب. النموذجيه اللي عندنا في المنصوره هنا ما لهاش اساتذه اصلا. نسمع الاستاذ، اتفضل يا استاذ بشير. يعني استاذ انا مثل الدكتور محمد، هو ده بيت القصيد اللي قاله الدكتور محمد، هو ده بيت القصيد. الموضوع باختصار شديد جدا انه المدرسين فعلا متواجدين في المدارس، والاستاذ والدكتور محمد لو ما عندوش مدرس في الماده اللي هو بيقول عليها كان على طول يبلغ اداره المدرسه او يبلغ المديريه او يبلغ الوزاره. لكن الدروس الخصوصيه، مدرسي الدروس الخصوصيه يا استاذ لميس، هم اللي افتعلوا هذه الازمه. ليه؟ لان هم بيدرسوا اساسا بره باللغه العربيه وما بيدرسوش باللغه الانجليزيه. الطلبه زي ما هو بيقول كده ما بيروحوش المدرسه وبيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه المدرس غير مؤهل اساسا لا تربويا ولا علميا وبيدرس باللغه العربيه، وهو ده سبب الازمه الحقيقيه. طيب انا يعني ده واضح موضوع طويل، لكن حبينا ان احنا نثيره هنا في هذا البرنامج. انا بشكرك يا دكتور محمد، بشكر كل المتصلين، بشكر استاذ بشير حسن متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، دايما بيبقى حاضر معانا بيحل كتير من المشاكل. التعليم اعتقد ان هو ده موضوعنا الاساسي، لازم يفضل موضوعنا الاساسي سواء في هذا البرنامج او في البلد. لو ما صلحناش التعليم مش هنعرف نصلح حاجة في البلد، ولا مليون قانون ولا مليون قواعد ولا استثمار ولا أي شيء. التعليم هو اللي هيصلح أخلاقنا، التعليم هو اللي هيصلح عقولنا، التعليم هو اللي هيخلي فيه ناس تقدر تبني هذا البلد. بدون ده إحنا بنبني طرق وخلاص، فبنستثمر في الحجر ولا نستثمر في البشر. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل العالم الدكتور فاروق الباز ونستكمل حوارنا عن التعليم والمشاريع القومية.